فإذا به خرجات علينا بنظام أساسي لا يمت بأي صلة. نزلوا معنا الواقع، راكم ما كتعرفوش الواقع المر الذي يعيش فيه الأستاذ. سحب هذا النظام الأساسي المشؤوم وإعادة الملف إلى طاولة الحوار. رسالتنا الأساسية التي نقول للحكومة ولأغلبيتها بأننا لن نتنازل عنها. حضورنا اليوم في هذه الوقفة أمام المديرية الرباط هي من أجل إيصال رسائل لهؤلاء الذين يسمون الآذان في حالة عدم إصغاء لا متناهي لمطالب الشغيلة التعليمية. أول رسالة: نحن أبناء هذا الوطن، ننتمي إليه بكل فعالية. دليلنا على ذلك هو أن الذين اشتغلوا في زمن كورونا، الذي هو زمن عرف فيه المواطنون، عرفوا شكون هما الناس اللي بصح هزين هاد البلاد، هما رجال ونساء التعليم، هما رجال ونساء الصحة، وكذلك رجال ونساء الأمن. إذا بلا ما يتزايد علينا شي واحد بأن هاد الناس غرباء جاو من شي قارة معينة تحركهم أجندات خارجية. نحن ما يحركنا هي هاد الحرقة اللي كنعيشوا بها سنوات إجاف، هاد المطالب اللي حنا سنوات وحنا كننتظروا ان الدوله غادي تحقق لنا ولو جزء يسير. فاذا به خرجات علينا بنظام اساسي لا يمت باي صله الى واقع التعليم. نحن نقول للمسؤولين، يعني الاغلبيه المسؤولين في الحكومه وخاصه الاغلبيه الحكوميه، نزلوا معنا الواقع، راكم ما كتعرفوش الواقع المر الذي يعيش فيه الاستاذ. واقع نشتغل فيه باقتضاد، نشتغل فيه بدون أدنى سلامة. لا توجد سلامة أمنية، لا توجد سلامة نفسية بالدرجة الأولى، لأنه لا يعقل أن هذا الأستاذ يسير أكثر من 50 واحد في القسم. تنطالبوا الناس الوزراء جيوا يجلسوا معنا الأرض ويشوفوا واش غتكون عندهم القدرة أنهم يجيروا 70 ولا 60 ولا 50 تلميذ ولا 40 تلميذ. لذلك دون توفير الوسائل اللوجستيكية والعدة الديداكتيكية، اللي كنقول بأن هذا الأستاذ كيشري من ماله الخاص، وهذه المسألة خصهم يعرفوها المواطنين، الأقلام، كيشري الدفاتر التي يكتبوا فيها، كيشري العدة الديداكتيكية، كيشريها من ماله الخاص. وبالتالي حتى شي واحد، وما كنقبلوش اليوم أنه تزايد علينا الحكومة ومن خلال الخرجات ديالها الإعلامية بما يسمى بمصلحة الوطن. نحن أهل هذه الديار ونعرف جميعا وبكل وعي أخلاقي مصلحة بلادنا. نحن الذين نساهم في تربية جيل، هذا الجيل إن لم نربيه على أن يعتز بوطنه وبوطنيته من خلال ديمقراطية شفافة تتمثل في الدفاع عن حقوقه، لما خرجنا اليوم. نحن لسنا هواة الخرجات، لسنا هواة الخرجات الإعلامية. نحن مكاننا الصحيح هو القسم، هو الفصل الدراسي، وبالتالي الحرقة ديالنا على التلاميذ ديالنا حتى شي واحد ما غادي يتزايد عنا فيها، لأننا نشتغل بكل ضمير وبكل مهنية على تحقيق تلك المكتسبات للأسف الغير موجودة في هذه الأنظمة الأساسية التي يتحدث عنها أو تتحدث عنها الحكومة. لذلك أعيد وأكرر مطلبنا الأساسي باش تكون عندنا واحد حسن نية من طرف الحكومة، هو أنه يسحبوا النظام الأساسي ويخدموا على بلورة نظام جديد. هذا النظام الجديد يكون بحضور ممثلين عن الشغيلة التعليمية اللي عندهم فعلا حرقة ديالهم وعندهم واحد الوعي نضالي الذي من أجله سيقومون ببناء هذا الوطن. هذا مطلبنا الأساسي وهذه هي رسالتنا الأساسية التي نقول للحكومة ولأغلبيتها بأننا لن نتنازل عنها. لذلك خرجاتكم الإعلامية لا تهمنا في شيء، إن لم يكن سيكون هنالك خروج إعلامي يتحدث عن سحب هذا النظام الأساسي المشؤوم وإعادة الملف إلى طاولة الحوار. وشكراً.